اعمل ايه؟ وحشتيني وحشتيني. ما بقتش اصدقك ابدا. طب ليه بس؟ ما بيبانش عليك على طول تعبير واحد كده، افهم ازاي؟ شوف بقى، انا جايلك في موضوع مهم، عايزه اقعد اتكلم معاك فيه على رواقه كده. وانا تحت امرك. دلوقتي امي من يوم ما اتجوزت الشمردالي، واختي من يوم ما اتجوزت سعدون، مش المفروض كل واحده في دول يبقى عندها فيلا كبيره تليق بالمركز الجديد اللي هي فيه؟ المفروض طب. لما هو المفروض طبعا، ما بتتصرفش حضرتك ليه؟ الله، وهو سعدون ولا الشمردالي مش قادرين على حاجه هايفه بالشكل ده؟ يقدروا لكن ما يعملوهاش لانهم مش مهتمين. ولا يهمك. طب وده هيحصل امتى بقى ان شاء الله؟ بكره على طول ان شاء الله. هنشتري الفيلتين بتوعهم بتمن كبير جدا عشان نعوض ستاتهم الغلابه. وطبعا امك واختك هم اللي هيقعدوا فيه. هو ده المفيد. عارفين بقى دي تبقى مين؟ رقاصه درجه ثالثه اسمها بيبا فهمي. يا خساره يا مصر، يا خساره. لا يا عزيز ما تقولش كده، مصر هتفضل طول عمرها بخير، الشعب يستحيل هيوافق على الكلام ده ابدا ابدا. ايه يا روحي مشغول في ايه؟ دي تقارير سريه جدا كلها بتجيلي من مولانا شخصيا، والمجموعه دي بتيجي من البوليس السياسي، وده شغلته ان هو يقدم تقارير سريه للملك شخصيا. امال ايه العلامات دي؟ العلامات دي تاشيرات مولانا شخصيا، يعني اذا جر خط احمر تحت الكلام معناها ان الكلام ده مهم جدا، واذا عمل علامه استفهام معناها ان احنا محتاجين نتحرى اكتر على الموضوع ده. اما بقى اذا عمل علامه صح معناها ان هو نفسه عنده معلومات اكيد عن الموضوع ده. طب واذا شطب زي ما هو عامل كده يبقى معناها ايه؟ يعني معناها ان الكلام ده كله كلام فارغ وملوش اي اهميه. خلاص يا حياتي، انا اقرا لك كل اللي مكتوب ده واعمل لك ملخص بيه واديهولك تقرا انت في 5 دقايق. خير يا حبيبتي؟ خير، والخير هيجي منين؟ منشور ضدك، تعالى شوف. ضدي انا؟ ايوه. فين؟ وريني. خد. كاتبين اسمي؟ اسمك مش مكتوب بس واضح انه مكتوب فيه حاجه عليك، يعني اقرا. يا حبيبتي يا حبيبتي الملك نفسه مقصر وبيقول ان ده كلام فارغ. معلش معلش اقراه، اقرا وحياه ابوك عشان اطمن. اقراه. ايها الجنود والضباط، بينما تموتون في فلسطين تفتقدون السلاح. يا بوبي ده كل المنصورات نفس الكلام. عشان خاطري ريحني واقراه بس. تشوهون وتمزقون لأن النجدات لا تصل إليكم. تنزع القنابل والزخائر من الطائرات من أجل أن تحمل هذه الطائرات من يسافرون إلى القاهرة. إن قنبلاتنا الذرية أيها الضباط هي راقصة. هو عبد المنعم بيومي، ما فيش غيره اللي كان بيسهر معاك وعارف كل أسرارك. إيه ده عبد المنعم؟ أيوه هو. لا لا لا، مستحيل عبد المنعم يعمل كده، ده كان الياور بتاعي. وماله يا أخي؟ لكن باعك وساب مركزه معاك ورجع الجبهة تاني عشان يحارب. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. انا من اول يوم شفت الراجل ده فيه هنا ما ارتحتلوش ابدا، شكله تركيبته ما عجبتنيش. اخس اخس، يعرف كل اسرارك وفي الاخر يتعانق في ظهرك. يا ساتر، هو ايه اللي جرى؟ جرى ايه للناس؟ معقوله؟ يا حبيبتي لازم نفكر بهدوء شويه. عبد المنعم مش غبي ان هو يكتب منشور بالشكل ده. هو اللي خد الطياره وجا مصر، وهو اللي اجر الفيلا، وهو اللي فرشها، وعارف كويس قوي ان انا ممكن انكر اني كلفته بمهمه زي دي، وخصوصا بقى ان عقد الايجار باسم مستعار. اه
ثم ان هو في شويه غيره من ناحيتك. ايه؟ ايوه ايوه. وفي حاجه بقى لاول مره انا هتكلم فيها وهقولها بقى، حاول يعكسني بس انا وقفته عند حده واديته درس في الاخلاق. طب وازاي ما قلتليش يا بابي؟ وهقول ايه وعيد ايه، هوقع بينكم وبين بعض. سكت قفلت بقي، خير انت تعمل شر انت تلقى. كان لازم تقوليلي يا بابي، اصل دي خيانه. هو ده لازم يتقبض عليه. ما هو هيتقبض عليه بس ما يكونش السبب المنشور ده، لان مولانا نفسه مقشر بيقول ان ده كلام فارغ، يعني زيه زي بقيه المنشورات التانيه كلها. وبعدين اذا انا قبضت عليه بسبب المنشور ده حلفت نظر مولانا، وخصوصا ان اسمي مش مكتوب فيه. يا روح قلبي، ما هو اسمك مش مكتوب فيه ده صحيح، انما لو سكت عليهم هيكتبوا اسمك في المنشور التاني. الراجل ده لازم يتقبض عليه عشان كل اللي حواليه يخافوا ويكشوا. ها شوف مين بقى كمان ده. صباح كده مش مظبوط ابدا. الو، ايوه يا بيبا، اوعى اكون صحتك من نومك. لا الصبح كده وانا بجيب الجرايد من تحت الباب لقيت ورقه شكلها عجيب، اديتها لاخوك يا حامد يقراها، قال انه ده منصور سري ضد الحكم. وبتتنرفزي ليه؟ عندهلك حامد يقراها لك يا حامد. ها طيب طيب خلاص بقى يا حامد، خلاص قول لهم انت بس تطمن. خلاص بقى نفس المنشور لو مرمي تحت باب شقة امي، يعني اذا عارفين انا مين وبنت مين. النهاردة بترمي منشورات، بكرة هترمي قنابل. خبر؟ لا لا ما تقوليش كده. قنابل ايه؟ طبعا يا اخويا طبعا، مدام سموك عارف ان اللي بيخطط كل التخطيطات دي هو اليور بتاعك وساكت عليه. تقدم إلى المستعمر بشجاعة، هيا نسمعها صرخة مدوية. قوم يا مصري، مصر دايما بتناديك. قوم يا مصري، مصر أمك بتناديك. لا تقل يحيى الملك فإن الملك لله، وقل فقط تحيا مصر. تصوري بقى يا سمو الأميرة إن أنا لقيت المنشور ده النهاردة تحت باب شقتي في كلام كده اللي اتأدب ضد الناس الكبار اللي في البلد. أنا كمان لقيت المنشور ده النهاردة الصبح تحت باب بيتي. لما رحت مكتبي لقيت مدير مكتبي بيقول لي ان هو كمان لقى منشور الصبح تحت باب بيته. دول وصلوا بيوتنا، بقت مهزله. ايه ما فكرتوش تعملوا حاجه بعد كل اللي حصل ده؟ المنشور وصل للملك، وصل لبيت امي واختي، وده معناها ان انا اللي مقصوده بده كله. مش معقوله يا بوبي، ما تفكريش كده. سمو الامير، الواد اللي اسمه عزيز علاء الدين ده له دخل 100% بالمنشور ده. حكايه الطياره اللي ما راحتش تنقذه موجوده بمنتهى الوضوح النهارده في المنشور. ثم اذا سعادتك ما تنساش ان هو واد معقد، ايديه اتقطعت ومحدش راح يعالجه. انا بشك في درويش مخلص. كان اكبر غلط اننا افرجنا عن الولد ده. ده ولد شرس مفتري. في واد كمان في منتهى الخطوره في الجامعه. الواد ده اسمه شفيق شامل. سموك عارف ان الواد دوت والاثنين التانيين هما الثلاثه اللي كانوا موجودين في قضيه المؤامره الكبرى، بس احنا بقى اضطرينا ان احنا نفرج عنهم بامر الحكومه. والامر لسموك. ها؟ ايه يا بوبي؟ لازم يتفتشوا. ايوه لازم يتفتشوا، فتشهم يا فوزي. لازم تفتشوا بيوتهم. لازم تفتشوا بيوتهم. يا ريت. اتهجموا على البيت يا بيه، وبهدلوه وبهدلوني، ربنا ينتقم منهم. انت
انتوا عندكم اذن تفتيش ولا اذن تخريب؟ قولوا لي بصراحه عايزين ايه. انا مستعد اساعدكم، قول لي بصراحه. مسيرنا هنتقابل يا درويش بيه. شفيق اتعلن يا فندم قدام رجال الامن. ده كمان منصوص في دستور 23. طب قوم 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 معايا. فوزي افندم، انا طلبتك تيجي مخصوص والامير مش موجود عشان حاجه خاصه بمستقبلنا كلنا. خير؟ انا عرفت مين اللي ورا المنشورات دي. مين يا بيبا؟ قصدي مين يا سمو الأميرة؟ الصغى عبد المنعم بيومي. يا بنت ال... يا عيني على ذكائك يا سمو الأميرة، يا عيني. أظن كلامي منطقي. هو في منطق في الدنيا كلها أكتر من كده؟ مش هو اللي أجر الفيلا دي؟ وهو اللي استقال بنفسه عشان خاطر سيادته الحال مش عاجبه. أيوه بس الأمير مش عاوز يقبض عليه. ويا ترى انت هتسمع كلامي ولا هتسمع كلام الامير بتاعك؟ ها؟ فكر كويس ورد عليا حالا. ايوه بس الامير مش عايز يقبض عليه عشان ايه؟ عشان عبد المنعم بيومي لو اتكلم هيفضح الدنيا. والملك هيعرف كل حاجه عن علاقتنا. وانا بقى شخصيا مش هستنى لما اتقتل. ثم ان الملك لازم يعرف كل حاجه واتجوز الامير شرعا. لقيت الحل. ايه هو؟ هقبض على عبد المنعم لاي سبب تاني او من غير سبب حتى، وحمنع ان الجرايد تكتب عنه اي حاجه، ده نظرا لاهميه الموضوع بالنسبه للامن العام. وده ممكن؟ انا ما عنديش حاجه في الدنيا كلها مش ممكن. هبعت له واحد ظابط محترم قوي لحد بيته، هيطلبه طبعا. التاني هيخرج هيقول له لو سمحت عايزينك معانا 10 دقايق وهترجع على طول. والعشر دقايق يبقوا 10 شهور. قولي 10 سنين. ايوه بس ده في الجبهه. السلم. هبعت اجيبه ماموريه القاهره لمده 48 ساعه ويرجع على طول. طبعا هو ما هيصدق، اصل مراته وبنته وحشينه قوي. برافو عليك يا فوزي، تعجبني تلميذك يا سمو الاميره. فين الصغى عبد المنعم بيومي؟ عايزه ليه؟ انا جاي اقبض عليك باسم جلاله الملك. بمناسبه ايه؟ أنا مش جاي هنا يا حبيبي عشان أجاوب على أسئلة، أنا جاي أقبض عليكوا بس. يلا اتفضل غير هدومك في ثواني وما تغسلش وشك، عاوزينه كده على حياته. أنا جوزي مالوش غير وش واحد، مش زي غيره بمليون وش. أنا عايز أعرف بتقبضوا عليه ليه؟
علشان بيحارب وانتوا لا. خلاص الدفاع عن الوطن بقى خيانه، والهرب من المعركه بقى هو الوطنيه. سيلة اتفضل غير هدومك. بتطبعوا المنشورات بتاعتكم فين؟ المنشورات جاوب بسرعه. على كل حال انا تحت امرك يا هاني. طبعا اذنك يا استاذ درويش. مع السلامه. أنا عمري يا أستاذ درويش ما قلقت على جوزي وهو رايح الجبهة، لكن قلقانة عليه قوي وهو رايح التحقيق ده. عمري ما كنت خايفة عليه وهو رايح يرمي نفسه وسط نار الحرب، لكن هتجنن من الخوف وهو رايح على رجليه يقابل اللي هيحققه معاه. ده شعور طبيعي. بيحصل عندنا في العماره ده يا سعديه؟ انا عارفه اهم دايرين يفتشوا في كل حته. يفتشوا عن ايه بس؟ وانيش عرفني اهم جم هنا قلبونا الدنيا وعند سي عزيز وخدوا سي عبد المنعم. حد عارف هما بيعملوا كده ليه؟ حاجه غريبه قوي. لكن انت ما سمعتيش من درويش بيه هما بيعملوا كده ليه؟ وانا برضو حاوض اتصنت على كلامهم واشوفهم بيقولوا ايه. انا بس فرحانه في ولاد الايه دول، هيتجنوا مش عارفين مين اللي بيعمل الحاجات دي كلها. حاجات ايه يا سعديه؟ لا ما هو اصل اكيد في حاجات بتتعمل مخلياهم مهيصين كده وعمالين يدوروا هنا وهناك. على فكره انت بتخرجي كتير اليومين دول، كل ما اسال عليك عم ابراهيم يقول لي دي خرجت. اصل هنا الست بتبعتني حتت بعيده قوي وبتخليني اشتري حاجات، وساعات اقعد ادور على الحاجات دي ما بلقاهاش. جرايه يا سعديه، انا حاسس انك مش طبيعيه اليومين دول. في ايه؟ وهيكون في ايه يعني؟ ماني بقول لك شايله البيت كله على دماغي وكمان المشاوير من بره لجوه. جرايه مرسي، انت بتبص لي كده ليه؟ انت مش مصدقني ولا ايه؟ لا انا ما احبش كده، وعلى العموم اذا كنتش مصدقني انت حر بقى. ها ايه يا سعدية مالك؟ سلامتك يا ست. لا بصحيح مالك؟ في ايه؟ لا ابدا، اصلي قابلت لوستا مرسي من شوية وسألني يعني عن الخروج والغياب اوعي تكون يا سعدية قلت له حاجة. معقولة برضو يا ست؟
ده انا كان يتقطع لساني، هو لعب عيال؟ الله، طب امال مالك؟ ما انتش طبيعيه وشايله الهم. انا اصلي كلمته كده بشخط، ما كانش قصدي، بس لقيت نفسي بعمل كده عشان ما ياخدش باله. معلش، حصل خير، المهم ان هو ما يلاحظ حاجه يا ستي، بعد كده بيصالحيه. على العموم هو قلبه طيب وحنين. المهم دلوقتي تاخدي بعضك وتنزلي على بيت القاضي والنحاسين ودرب قرمز لغايه ما توصلي سوق الليمون، ولو كان عندك وقت حوجي على شارع فاروق. مش ده اللي فيه جامع سيدي الشعراوي؟ ايوه مظبوط. خدي يا سعدي. حاضر، خدي. انا نازله على طول. سعدية، خلي بالك من نفسك. ربنا يستر. عايزه مني خدمه عشان الراجل اللي انت شغاله عنده؟ لا، ما هو اصل هو خرج. متشكرين. تعالي هنا. نعم. انت رايحه على فين؟ مش كنت نازله على تحت؟ انا اصلي نازله، كنت طالعه لست شريفه وبعدين هنزل. مش كنت مستنيه الاسانسير؟ ماني اصلي كنت لازم اشتري شويه حاجات وبعدين نسيت اجيبها وهروح اجيبها. طيب تعرفي وانت جايه تجيبي لي علبه سيجار؟ سيجار؟ انا اصلي بصراحه ما افهمش في الدخان ولا في تنظيف الشقق. شقه مين؟ شقتي. كان من عينيا بيه، بس اصلاً عندي ناس يعني براويين قوي، ولو عرفوا ان انا بنظف عند حد غيرهم هيزعلوا قوي ومش هيعتقوني. خلاص خلاص، كانوا يعملوا فيا عمايل، بس انا ممكن اكلم عم ابراهيم يجي ينظف لك الشقه. ده راجل كويس قوي وطيب قوي. خلاص خلاص، وكمان يفهم في حكايه الدخان دي يعني. قلت لك خلاص. الدخان قلوة وتعالي ننضف لي الشقة، هو ده اللي كان ناقص. بسم الله. قوائم بعناوين ضباط الجيش. مهمتك دلوقتي انت وشريفه انكم توزعوا المنشورات دي في صناديق البوسطه بتاعتهم، واللي ما عندوش صندوق ممكن نرمي له المنشور من تحت عقب البيت. تمام. ايوه، وفي عربياتهم وبلكوناتهم ومكاتبهم، باي طريقه ممكن نوصل لهم بيها المنشور. مزبوط. الله عليك يا شريفه. مدننا. افندم. قوم فز شوف مين بيكلمك. هيكون مين يا
سمو الامير عادل عمرو بسلامته يعني؟ قوم فز فز على رجليك. لا معلش اصلي تعبت من الوقفه. ايه يا منها؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ده انا سعدون. اهلا. ايه ده؟ انت مش عارف مين سعدون باشا؟ وايه اللي جابه بقى ان شاء الله؟ ها؟ ناويت تخرجني من السجن ولا دي لعبه جديده بتعملوها معايا؟ انا فعلا خلاص نويت اطلعك من السجن. لا بقى ده ملعوب جديد بقى. اه بس ملعوب ألعم من الزنزانه الكحل اللي انا فيها دي. هات نور يا حاج. شوف اقرا دي مذكره بخط يد الامير عادل شخصيا مستعد يعملك شاهد ملك بشرط تدلنا على اسماء اللي كانوا بيطبعوا المنشورات ويوزعوها. ها ايه رايك بقى؟ صباح على خير. مع السلامة. المقابلة انتهت. وانت معايا يا حامد يا صوت سيده. لا ده انت اتجننت فعلا. ده اتجن الرسم يا فندم. خيب خيب صحيح. معلش يا مصر برضه ليكي ولاد مخلصين واشراف. تجنن يا ماما تجنن. حق يا بنتي. مبروك عليك يا بيبا يا بنتي. الف مبروك. اهو ده الكلام. تبقى فيلتها ومكتوبه باسمها مش فيلا الهرم. مين عارف يا بنتي بكره هيجرى ايه؟ وقال ايه؟ فيلا الهرم مكتوبه باسم الدكتور محمد. مين بقى يطلع اسم الدكتور محمد ولا حد يعرف؟ معاكي حق يا ماما. ما انا تلمستك يا حبيبتي. انتي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. ده انت استاذتي. نفسي في شقه زي دي يا قفلتي. ما خلاص يا حبيبتي انتي وماما هتستلموا شققكم قريب ان شاء الله. فوزي وضب لكم كل حاجة. ربنا ما يحرمنيش منك يا قبليتي. ألو؟ أيوة يا بابي يا حياتي. أنا عندي أخبار وحشة علشانك. الظاهر التحقيق مع عبد المنعم مش جايب نتيجة. أهو ولا التعذيب ولا السجن زي قلته. لا عايز يتكلم ولا عايز ينطق. ده بالعكس ده بيقلوا أدب عليهم. سعدون بيقول اذا ما ظهرتش ادله جديده هيضطر يفرج عنه. انتوا جننتوا؟ ازاي تفرجوا عنه؟ انا متاكده ان هو رئيس العصابه. ده كلام فارغ. طب هنعمل ايه بس يا بوبي اذا كانت المنشورات لسه بتتوزع لغايه دلوقتي؟ ده بالعكس دي زادت عن الاول. ما هو ده اللي خلى سعدون يقول انه مش ممكن يكون هو اللي بيطبعها. بما انه في السجن يبقى مش ممكن لا بيطبعها ولا بيوزعها. ما هي زيارة المنشورات بعد القبض على عبد المنعم أكبر دليل على إن هو رئيس العصابة. طبعاً زمايله هيتجننوا بعد ما اتقبض عليه فزودوا المنشورات. وده طبعاً ناسي سعدون باشا اللي نايم لي على ودانه. على كل حال أنا عملت حسابي وخدت احتياطي. انا ارمي ورق؟ ده انا جاي اخد ورق من ابو مدنا. والله بقيت يا قمر يا بيبا قمر. متشكره قوي يا استاذ سلامه. استاذ سلامه كل حاجه سعرها ارتفع بعد الحرب. اللحمه والطماطم. حتى سلامه بقى استاذ وبيبا بقت اميره. ايه بقى لزوم الكلام ده دلوقتي؟ امال انا جاي لك عشان ايه؟ انا مش فاضيه. انا عايز انزل عندي ميعاد دلوقتي. لا اعملي معروف ما تكسفنيش. ده انا دخت على بال ما عرفت قرارك. الناس مش تقول اتفضل. اتفضل هتفضل. ايه اللي هتفضل اتفضل؟
نعم. يا سلام يا سلام على زمان وايام زمان. فاكره رقصتك على العشره صعبانه عليا يا اغلى منني عنيا، ولا منالوج اعلمك ضرب النبله اول ما ترمي ترمينا. او انت اول ما اتعلمت ضرب النبله رميتينا انا. طب وبعدين؟ احنا اولاد حاره واحده، وانا عارف اصلك وفصلك وحفظك من ساسك لراسك. ده انت الحب الاول من ايام اولها سنه كره الشراب يعني. كباريهات عماد الدين ياما خدت مننا رقات. فاكره اما كنت اقف اصد لك اللي بيعكسوكي كل ليله؟ فاكره؟ ها؟ اما كنت اشيل لك بدله الراس وانت داخله، وناولك البلط وانت خارجه، وانا بسمعك عايق على خدك شامه، وعينيك تقومها ايامه من العين. يلا السلام. طيب ودلوقتي بقى طلباتك ايه؟ عاوز فلوس. نعم؟ عاوز فلوس. فلوس؟ مزنوق يعني؟ قوي. عاوز كام؟ 10 ايه؟ 50 100 جنيه. 100 ايه؟ جنيه. 100 جنيه؟ ليه بقى؟ بأمارة ايه؟ بأمارة ايه سلامة يا ابن أم سلامة؟ طب ما فيش فلوس خالص، ما عنديش. لا أنا في عرضك وحياة الست زليخة والدتك. طب وحياة الخاتم الحلو ده اللي ما شفت ازايه قبل كده؟ أي حاجة أي حاجة تطلع من ذمتك يا برنسيسة. ما فيش غير جنيه واحد بس، ينفع؟ ايه؟ جنيه واحد؟ ده أنا بقيت ضنك خالص. ده أنا بقالي 6 أشهر ما دفعتش إيجار بيتي. ده أنا الأكل ما دخلش معدتي من أول امبارح، من ساعة ما اتعشيت أول امبارح. أنا في عرضك. طب اسمع يا سلام. يعني ايه سلام؟ يا رقبة سلام. أنا ممكن أخليك تشتغل وأشوف لك شغلانة تكسبك 100 جنيه 200 جنيه. 200 جنيه؟ يا نهار أبوك يا أسود. اخرس. يا نهار أبويا أنا اللي أسود. أيوة كده. 200 جنيه؟ فين ده؟ لايميني عليها. طب قولي لي إيه بقى المطلوب مني؟ هتشهد شهادة قدام المحكمة بس كده؟ شهادة زور يعني؟ انت تعرف واحد ظابط اسمه السر عبد المنعم بيومي؟ لا معرفوش، بس نتعرف يعني. خلاص كويس، تعال بقى اقعد. نزل اجل اكتب. اتفضلي. أشهد وأعترف أنا سلامة الإسكندراني بأن الصاغ عبد المنعم بيومي قد عرض علي منشورات بها طعن في حكومة جلالة الملك.